الو، ايوه يا جبر. عمر عندي وعايز عنوان شكري، ايه رايك اديه له ولا ايه؟ اديله العنوان مظبوط. هي رضوى اتطلقت فعلا؟ ايوه. ما تعرفش ايه السبب؟ لا نعرف منين يعني؟ غريبة اصلها يعني ما كملتش سنتين جواز ولسه حامل، انت ايه رأيك؟ وانا هيبقى لي رأي في موضوع زي ده ليه يعني؟ يعني هي ما كلمتكش؟ لا طبعا. تفتكر في حد في حياتها؟ حد زي مين يعني؟ يعني حب جديد أو مثلاً حنت للحب القديم؟ روح قلبي، أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ أنا مش عايزة أوصل لحاجة، وكنت متأكدة وحاسة إن ده هيحصل. مش أنتوا برضو شغالين مع بعض؟ منى حبيبتي، ما تخلينيش أندم إن أنا في يوم من الأيام قلت لك إن كان في حاجة بيني وبين رضوى أيام الجامعة، وحكيت لك عن كل حاجة بالتفصيل، بس ده كان زمان. حبيبتي أرجوكي ما تفكريش في حاجة ممكن تتعبك وتتعبني معاكي، أنا ورايا ألف حاجة أفكر فيها. ويا ترى بقى أنا في الألف حاجة دول ولا لأ؟ ما هو ألف وواحد. تعبت يا عمر، وما بقتش قادرة أستحمل، بقيت عايشة حياتي في خوف وقلق ورعب، كأني بشوف أمي وأبويا قدامي، وأنا مش هسمح لك إنك تأذي ابني عشان مغامرة من مغامراتك، عشان في النهاية يتقال لك برافو. منى، وهيكون معنى كلامك؟ لا يا منى، أنا مش هسمح إن ابني يتربى بعيد عني، مش هسمح إن أي راجل تاني يربي ابني. ابنك؟ هو فين ابنك ده؟ تقدر تقولي كده من يوم ما اتولد؟ شفته كم مرة؟ عمر أنت ما بقتش عايش معانا خلاص. صدقني ده أحسن ليك وأحسن ليا. صحيح مش هبقى مستريحة، بس على الأقل هبقى مطمنة. أرجوكي فكري كويس. فكرت يا عمر، فكرت كويس. هي انا بستغرب يا عمر، ازاي عمال تتحرك كده بحريه ومنتهى الجرأه تجيني لغايه هنا ومش خايف حد يشوفك؟ يا استاذ الناس كلها مش شايفه تحت رجليها. انت شاغل نفسك ليه بالناس وشايل همهم؟ مش فاهم. امال عايزني ابقى زيك ولا ايه؟ على الاقل انا عايش. بتهيألك يا استاذ. بص يا عمر، انا عايش بحب الناس، طول ما انا بديهم التبس اللي يرضيهم هيفضلوا يحبوني ويدعوا لي في الداخل والخارج. ده اسمه حب برضه، ده اسمه انفاق. ولما انت شايف الناس منافقين كده شايل همهم ليه؟ عشان غلابه واخدين النفاق ده سكه بس عشان يعيشوا. وانت واخدني انا بقى سكه عشان تعيش؟ بالظبط يا استاذ، بالظبط. كلنا سكك لبعض، المهم بقى يبتلي اللي هيوصلني معايا. عنوان شكري اهو، بس خلي بالك. امر بقى يا استاذ، عايز تعرف ايه؟ هما بيعملوا معاك كده ليه؟ ايه اللي عندك مخليهم يعملوا معاك كده؟ حاجه كده ليها علاقه بتحقيق قديم كنت عملته وتسعة اصفار. ايه دي؟ فزوره دي ولا ايه؟ بالظبط، ومش لازم تحلها. بتحب الشوكولا؟ معلش عشان سنان حبيبي، يروح يلعب مع صاحبتك. انا اسفه ان انا اتاخرت عليكي، بس كان لازم اجيبه من النادي. زياد صح؟ في ملامح كتير من عمر. عمر قال لي انه في حاجه هتديها لي، مش كده؟ ده مفتاح الخزنه، هتلاقي البيانات كلها جوه الظرف،
خلي بالك الورق ده مهم وخطير، يعني ما ينفعش حد يشوفه. عمر قال لي على كل حاجة. معلش تعبينك معانا. أنا مخنوقة يا عمر، حاسة إني متضايقة ومش فاهمة حاجة خالص. أنا محتاجة أتكلم مع حد، محتاجة أطلع كل اللي جوايا. عايزة أتكلم مع إنسان يكون شايل جواه حاجة كويسة. أنت فاهمني ولا لأ؟ عمر أنا مش بطلب منك إني آخد مكان في حياتك أكتر من المفروض آخده. أنا عارفة كويس إنك دلوقتي متجوز وعندك حياة وابن. أنا بس محتاجة إنك تسمعني، اسمعني بجد وتفهمني. أنا اخترتك أنت عشان عارفك كويس، وعارفة إن ممكن يكون فيه لسه جزء ولو بسيط من صداقة قديمة كانت حقيقية. بصي يا رضوى، وأرجوك اسمعيني وفهميني كويس قوي، لأن أنا صعب أقول الكلام ده مرة تانية. أنت ظهرت في حياتي مرة تانية بصدفة غريبة قوي، بس للأسف في وقت صعب جدا. أنا ومنى تقريبا حياتنا بتتدمر، وأنا لو سمحت لنفسي إن أنا أسمعك يعني بسبب الصداقة القديمة أو المشاعر حتى اللي كانت بينا، هبقى بحط نفسي في ريسك كبير قوي. الريسك ده ممكن يخليني أكره نفسي وأحس إن أنا شخص خاين، واحتمال كمان أكرهك. أنا مش طالبة منك غير إنك تسمعني. صدقني يا عمر أنا بقيت لوحدي قوي، لوحدي فوق ما تتخيل. أنا مفيش حد أتكلم معاه ولا بعرف حد أصلا، حتى نفسي مش لاقياها. حاسة إني بموت أو يمكن مت. يمكن لو اتكلمت معاك أرتاح أو أطمن. حاجة ما كانلوش أي ذنب، بس كنت زمان ما قدرتش أقف جنبه وأساعده، يبقى دلوقتي لازم أخد حقه من اللي قتله. زمان كان عندي حسابات خلتني أنساه، دلوقتي أنا هعمل حساب ليه. الو، ايه يا ابراهيم مش معبرني ليه؟ انا بقالي اسبوع مش عارف اوصل لحاجه. ابراهيم اتصرف، انت مش ليك ناس في الداخليه؟ مشاكل ايه بس يا عم؟ افهم، بقول لك الراجل اتقتل. اتقتل؟ لا لا، بص اسمعني ما تقطعنيش، اسمع بس. فاهم المصدر بتاعك يا سيدي، ان مفيش حاجه هتتنشي غير لما يوافق. حلو كده، واستجدع معايا يا ابراهيم، استجدع معايا زي ما انا جدع معاك. استنى، طب بص يا ابراهيم، اقفل عشان معايا وقتك، هكلمك. يلا سلام. برايفت. الو، معتصم معايا؟ ايوه يا فندم، مين معايا حضرتك؟ انت بتعمل موضوع عن المحامين اللي اتقتلوا وعن الدكتور صابر؟ بس حضرتك ما قلتليش مين معايا برضو. انا اللي عارف كل حاجه. مش فيه، انا عارف كل التفاصيل اللي انت بتحاول توصلها. كلها؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الكلام اللي حاوله لك لما نتقابل. فين حضرتك؟ معاك ورقة وقلم؟ ثانية واحدة. هشام بيه، في ميعادك بالظبط، اتفضل. مريم أنا عندي شفت بالليل، كلمي دكتور خيري، كلمي أي حد، إني مش مشكلتي. عندك مستشفى النهاردة؟ بالليل. ما تنساش تاخد مفتاح البيت عشان هترجع مش هتلاقيه. حاجة في منتهى الوساخة، سجلوا لي أنا ومراتي في بيتنا. إيه ده هشام بيه؟ مش كده؟ لا ده إزاي؟ لا ما أنت لازم تهدى، عشان أنا اللي طلبت منك إنك تجيلي، وأنا اللي اتبرعت وسمعتك جزء من تسجيلاتنا ليك. يعني من الآخر كده عايز أتكلم معاك بمنتهى الصراحة، نتكلم مع بعض أنا وأنت عن مكشوف جدا. أنا عارف إن إحنا طريقتنا ما كانتش عجباك عشان ما جيناش معاك دغري، كنا عايزينك تتعاون معانا من غير ما تعرف احنا بنعمل ايه، بنعمله ليه. بصراحه
ليك حق تزعل، بس انا بتفاهم معاك دلوقتي كاتنين رجال امن يهمهم وخايفين قوي على مصلحه بلدهم، عشان كده انت لازم تهدى. نتفاهم على ايه؟ وامن ايه وزفت ايه؟ ده شغل عصابات تجسسوا على الناس وتموتوا واحد بالحياه. ما سالتش نفسك احنا بنعمل ده كله ليه؟ ماشي يا سيدي، احنا فاسدين، وعمر نصر صاحبك ده اطهر بني ادم في الدنيا دي كلها. ما سالش نفسك احنا عايزين منه ايه؟ فكرتش في السؤال ده؟ السؤال صعب يعني، عاوزين تسكتوه عشان ما يقولش حاجة معينة هتودي واحد كبير في داهية. انهم عاملين الفيلم ده كله عشان نسكت واحد؟ طب ما كنا نقتله؟ ها؟ نقتله يا سيادة المقدم. ما نقتلوش ليه؟ مش انت شاكك ان احنا اللي قتلنا المحامي محمد مطر؟ يبقى ايه بقى اللي هيمنعنا ان احنا نقتل صاحبك؟ ده إذا كنا احنا قتلين قتلة يعني. شفت بقى إن التفكير المنطقي والموضوعي ممكن يوصلك لنتائج عمرها ما كانت تيجي في بالك، بس أنت عندك مشكلة، أنت بتفكر في الموضوع ده من زاوية واحدة بس، يعني عمر نصر صديق عمرك ده هو الخير طبعا، وأي بني آدم ضده يبقى هو الشر، مع إن يعني لو اديت لنفسك الفرصة إن أنت تتحرر من الثوابت دي هتوصل لاحتمالات واردة عمرها ما كانت تيجي في بالك. ايه هي الاحتمالات اللي تخلي عمر يحصل له كل ده؟ عمر ناصر كان بيخطط انه يستولي على 13 مليار دولار من الاموال المصريه اللي اتهربت بره مصر. ايه؟ زي ما سمعت كده يا حضره المقدم. عمر معاه رقم الحساب البنكي اللي فيه الاموال دي. ومعاه حكم المحكمه الدوليه باستردادها. كمان معاه موافقه من البنك الفيدرالي الامريكي. وكل المستندات دي استولى عليها من المحامي محمد مطر الله يرحمه. وكان متفق مع صديقه المحامي ضياء انه يعمل له تفويض رسمي من الدوله عشان يقدروا يقسموا الفلوس دي ما بينهم وبين بعض. عرفت بقى دلوقتي يا سياده المقدم احنا بنعمل ده كله ليه؟ عرفت ليه احنا عايزين نجيب عمر نصر؟ ليه نشرنا خبر وفاته مع انه لسه عايش؟ ولا احنا لسه في نظرك اشرار؟ انا عارف ان الحسبه معقده جدا وان الموضوع يعني ما يتبلعش كده من اول مره تسمعه، بس انا هطلب منك طلب. انا عايزك تفكر في الموضوع ده كويس، تعمل اللي يمليه عليك ضميرك، وانا واثق في وطنيتك ونزاهتك.